اسعد اوقاتكم اعزائي متابعي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي محمد رمضان يحييكم ويسعدني ان اكون مع حضراتكم للتعليق على اولى مباريات النادي الاهلي الوديه مع القياده الفنيه السويسريه الجديده بقياده مارسيل كولر. النادي الاهلي النهارده بيستضيف اسوان على ملعب الاهلي والسلام، لقاء ودي الاهلي الشياطين الحمر بالاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر على شمال الملعب وشمال المقصوره، الضيوف ابناء الجنوب ابناء النيل الازرق او الازرق اسوان هيكونوا موجودين بالطقم الاسود الكامل على يمين المقصوره ويمين الملعب. الضربه ركنيه سريعه ولكن اقول لحضراتكم تشكيله الفرقتين. الاهلي بدأ بمين النهارده؟ مصطفى شوبير قدامه رامي ربيعه وياسر ابراهيم في الطرف اليمين، محمد هاني في الطرف الشمال، موجود خط الظهر مع النادي الاهلي موجود اكرم محمد هاني واكرم توفيق في وسط الملعب، معانا السليه واحمد عبد القادر والقوى الهجوميه شادي حسين. هنقول يا ترى الفكر بتاع الراجل، وطاهر محمد طاهر موجود في الشق الهجومي، يا ترى الراجل بيقول ايه رايح لفين؟ كريم عثمان موجود معانا في قلب الملعب واسلام عبد الله، كل ده الراجل بيجرب بيشوف. اسوان مع الكابتن ربيع ياسين والعوده مره اخرى للممتاز والظهور الجديد مره اخرى، ادي اهو كابتن ربيع ياسين المدير الفني لفريق اسوان، اتمنى له التوفيق مع بدايه الموسم. خالد وليد في حراسه المرمى الاسوان، ثلاثه في خط الظهر عبد الرحمن عبد النبي جابر الشيمي كاستيلو، قدام على يمينهم الحسيني سمير على شمالهم احمد دحروج في قلب الملعب او الديفندرات عبد الرسول وعناني، وقدامهم ثلاثه احمد خالد واحمد بالحاج وايفونا الحاضر الغائب. ايفونا طبعا نفتكره كلنا كان بيلعب مع النادي الاهلي من كام موسم. بدا اللقاء مع حكمنا حسن السندبيسي بيعاونوا اشرف متولي وكارم محمد، تجربه هي الاولى قبل بقى مشوار الاهلي الافريقي مع اتحاد المنستير ولسه مشوار الدوري مع البدايه مع كل الراجل بيستكشف، لسه ما بقالوش كتير جاي بيستكشف ويشوف ويجرب تجارب وديه اهلاويه استعدادا للموسم الجديد. ربيع يستلم يطول واحده في اتجاه عبد القادر مقطوعه على طول وترجع من كاستيلو الحارس مرمى خالد وليد، ادي خالد لسه مع الكوره جوه منطقه جزاء اسوان، خالد واحده عاليه وطويله بنص ملعب النادي الاهلي، ياسر ابراهيم يرد في نص ملعب اسوان توصل عند عبد الرحمن عبد النبي عدى بيها كويس سند لكاستن، ده الحسيني سمير لعب الاوت الكره خبطت ولا ايه؟ هنا المساعد الثاني كارم محمود هل هي دخلت وخرجت خبطت في مين؟ عبد القادر بيتكلم و اسلام عبد الله واضح ان هي خبطت في حد وطلعت اوت تاني لاسوان في وسط ملعب النادي الاهلي. مدرب مستوى مهم فرقه بقى فتره مريحه بترجع بقى الماتشات الوديه والاعداد يتدرج بالمستوى لعبته ويشوف ويجرب كولر اللعيبه اللي عنده مين؟ محمد هاني ولكن يكمل على طول واحده كريم عثمان ترجع تاني في نص ملعب اسوان اكرم توفيق وعود احمد بعد غياب من الاصابه الطويله ان شاء الله يرجع اقوى واحسن من الاول اكرم الرعيبه الرجاله جابها اليمين للاهلي محمد هاني واكرم توفيق ادي الكره الطوليه لاسوان وايفونا براسيه يغمز لكن تروح سهله عند مصطفى شوبير مصطفى يسد لياسر ابراهيم وادي اهو السويسري مارسيل كولر مدرسه سويسريه مش بعيده عن النادي الاهلي فايلر كان يمكن موجود قبل موسيماني ادي الكره الطوليه لشادي حسين وضاغط معاه عبد الرحمن عبد النبي وتطلع الكره خارج الملعب السندبيسي بيقول ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي من ناحيه الشمال اول ظهور برضه لشادي في هجوم النادي الاهلي ضربه ركنيه اهلاويه من ناحيه الشمال هيلعبها طاهر الثانية كانت من ناحية اليمين ركنيتين اهلاويتين اهو ادي اهو طاهر الماتشات الودية دي الراجل بيجرب فكرة بيجرب جملة بيجرب طريقة لعب بيجرب خطة بيشوف لعيبة بيغير وضعية لعيبة في بعض المراكز هو ده الهدف من الوديات طاهر يلعبها لسه جوه 18 اسوان خطر وشادي حسين يلعب
خبطت ولا ايه؟ فعلا ركنيه ثالثه للنادي الاهلي من نفس المكان من ناحيه الشمال. لعبت النادي الاهلي اهو توصل لخمس دقايق اولى بتتكلم مع السندابيسي بتقول له الكوره كانت هاند بول او لمسه يد على حد من لاعبي اسوان. لسه طاهر هيلعب الركنيه، طاهر يشيلها على ايام القريب المره دي. لسه جوه 18 اسوان، ربيعه يسند واحده لاسلام عبد الله يطول لشادي حسين، مش هيلحق شادي حسين تطلع وتطول تبقى ضربه مرمى لصالح اسوان. لسه اهو كادري معاك النهارده بقى مارسيل ياكولا، هنشوف بقى. لسه بنقول يا هادي، لسه التجارب، لسه الكلام، هنخش باذن الله على دوري رابطه الابطال او دوري ابطال افريقيا. والدوري مشوار اللي بيجي للنادي الاهلي يمسك القياده الفنيه للنادي الاهلي جاي على البطوله مش جاي على غير كده. ادي ايفونا هجمه لاسوان يرجع بيها ويعدي من اسلام عبد الله، ترجع تاني الكوره استلامه في قلب الملعب عند عبد الرسول، ينزل واحده على طول لسه مع فرقه اسوان توصل ليه. كاستيلو يسند ضحروج عايز يعدي محمد هاني، عدى كاستيلو ماشي قويه باس مش مظبوط، اكرم توفيق موجود لكن ضغط كاستيلو خد كاستيلو اول ضربه ركنيه لاسوان. ادي اهو فرقه اسوان واول ظهور في التلت الهجومي للنادي الاهلي. لسه الضربه ركنيه على التنفيذ، هيلعبها احمد خالد ولا مين هنشوف. اتلعبت الضربه ركنيه على ايمن قريب وراسيه وتتخطف وتعدي وتمر لخارج الملعب، ضربه مرمى صالح النادي مصطفى شوبير هيلعب ضربه المرمى كان فيها فكره ومخطوفه حلو، ده كان احمد خالد هو اللي خاطفها ان كان لاعب الضربه الركنيه احمد بالحاج. ياسر ابراهيم يسلم واحده على طول عند كريم عثمان، كريم ياسر الكادر مع مارسيل كولر راجل فارد سريه مش عايز اللقاء بيشوف بيجرب مش عايز اي حد يكون كده متواجد، ده كان شعار الراجل عشان كده مش هنلاقي الحضور كتير في الملعب حتى من الساده الزملاء الصحفيين. ليه هدف كل مدير فني وليه فكر، كل مدير فني وليه رؤيه. ولسه الراجل جاي وبيستكشف. طب هنقول لحضراتكم الكادر مش هيسيبه النهارده، ليه؟ هو النهارده الراجل ده نجم اللقطه، ده اول ظهور واول كلام، بس طبعا ده ماتش ودي، الراجل ده عايز وقت مهما كان حتى على مدار الماتشات الوديه والرسميه، ان لازم الفرقه هتاخد وقت على ما تبدا تقرا فكره وتبدا سنه سنه تطلع معاه في المستوى والتدرج، ده طبيعي جدا جدا جدا. ادي الاوت اتلعب من اسلام عبد الله لياسر ابراهيم، طاهر ساقط لنص ملعب النادي الاهلي بيهرب من الرقابه يسلم ياسر ابراهيم تاني، ياسر اسلام عبد الله يطول واحده اطول من لازم تطلع وتمر لخارج الملعب ضربه مرمى صالح اسوان، هيلعبها خالد وليد. ترجع تاني هتاخد خالد وليد حارس مرمى اسوان يلعبها خارج الملعب اوت لصالح النادي الاهلي. اسلام هيلعب الاوت للنادي الاهلي، السوليه يعلي له تاني يلحق قبل ما تطلع لكن تروح سهله عند الحسيني، يسد الحسيني واحده لعبد الرحمن عبد النبي، خالد وليد يريح تاني عبد الرحمن عبد النبي، هات وخد الحسيني سمير. اسوان بيبدا التحضير كده وبيطلع بالكره من تحت يعني مش ما بيلعبش الكرات الطويله، لا بينقل محمد هاني يستلم يسد لشادي حسين يقطع ديفنس اسوان، ترجع اكرم توفيق، اكرم توفيق يا ولد لحق قبل ما تطلع سند لهاني، هاني تحت ضغط عدى حلو يرجع تاني على طول عرضيه عاليه وطويله سهله ما تلاقيش غير خالد وليد. كريم عثمان كان عايز يعلقها جوه ال 18 بس ما كانش في حد موجود. خالد وليد يريح عند الشيمي اللي يطول واحده على الخط ليه احمد خالد بس اوت لاسوان. دحروج يلعب اوت طويل احمد دحروج، توصل الكره على طول عند اسلام عبد الله ينقل لاحمد عبد القادر، عبد القادر واستلام ماشي عبد القادر انطلاقه عبد القادر هيبدا التحضير الاهلاوي يطول لطاهر، طاهر
طاهر لسه بالراحه بالراحه، اهم حاجه لسه طبعا الاحمال بتبقى لسه بتتدرج، لسه اول ماتشات الوديه دي ممكن نعمل سبرنت زي ده اقوى من اللازم، يجي شد ولا مزق مش لازم، خلاص مش هلحق خلاص اسيبها مش مشكله يعني. حتى لو عايز اثبت للراجل بقى ان انا عندي روح قتاليه والكلام ده، بس برضو بيبقى الشكل بالمعقول. 10 دقايق من عمر الشوط الاول ولسه التعادل السلبي قائم ما بين الاهلي واسوان العائد بعد غياب للدوري العام. كرة تاني في قلب الملعب ياخدها عبد القادر للنادي الاهلي. اسوان تاسس من عام 1930 ولقبه او شهرته الازرق اول ظهور ليه كان بعد 60 سنه سنه 89 90 طلع الممتاز. كرة طولية لعبد القادر بس تطول لسه في اول توقف كده لحضراتكم معلومات عن نادي اسوان صاحب التاريخ. مارسيل كولر على الخط الراجل بيفكر على طول هيعمل ايه؟ لعب هات وخد لاسوان ترجع توصل على طول في القلب ينزل بيها كاستيلو الحارس مرمى خالد وليد. خالد يلعب واحده ليه الشيمي يطول واحده عند احمد خالد في نص ملعب النادي الاهلي. اكرم توفيق قاطع ميه ونور لحد دلوقتي شايل اوت لصالح اسوان. ادي رامي ربيعه دحروج يلعب الاوت لاسوان طويله عدى احمد خالد حلو جوه ال 18 وادي الجهاز الفني لاسوان والكابتن ربيع ياسين لسه كوره على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي والتسديده موجوده على طول من عبد الرسول تطلع خارج الملعب او ضربه مرمى ولا تسلل؟ لا تسلل هنا حسن السندبيسي بيحتسب في تسلل على اسوان اول تسللات اللقاء. ياسر ابراهيم يسلم اسلام عبد الله اسلام ناحيه الشمال في نص ملعب النادي الاهلي. عبد القادر سند طاهر طاهر يطول واحده لاسلام ما تظبطش كان بيقول له لقدام مش لورا ما لحقهاش تطلع اوت لصالح اسوان. الحسيني سمير يلعب الاوت طويل الاوت ترجع عند السوليه. رامي ربيعه لسه ربيعه معاه الكوره سند لاكرم توفيق اكرم ريح ليه كريم عثمان السوليه ينقل السوليه واحده عند اسلام اسلام عبد الله قطع الناشئين الراجل عينه عليه في اكتر من لعيب في نصير موجود وسيد عبد اكتر من لعيب موجود في القايمه مع الراجل بيشوف ويجرب لازم يدي فرصه ولازم يشوف مين يقدر يكمل معاه الفكر اللي هو عايزه. ترجع الكره لاسوان على طول عبد الرسول على الارض ينقل احمد خالد من رجل لرجل وادي هنا الكوره ماشي حسن السندبيسي قال ماشيه مش حاجه تروح الكره للسوليه لا ده طاهر طاهر ينقل لاسلام على الارض عبد القادر استلامه عبد القادر يطول لاسلام لسه لسه رايح بيها وعدى عدى من بالحج قابل عرضيه حلوه جوه ال 18 ما فيش ما تلاقيش غير عبد الرسول يشتت ديفندر اسوان وترجع ايفونا عايز يعدي وهنا السندبيسي بيقول ضربه حره لصالح ايفونا مالك ايفونا الجابوني اهو قلت لحضراتكم كان موجود مع النادي الاهلي من كام موسم ده رجع طلع بقى رحله احتراف خارجيه ورجع اهو تاني في شكل جديد في الدوري المصري مع اسوان. صابر الشيمي يسدد واحده ماشي بيها كاستيلو وقع كاستيلو ضربه حره من شادي حسين وادي احمد دحروج وادي شادي كاستيلو قلب دفاع اسوان جاي يلعب الكره من ناحيه الشمال في نص ملعب اسوان طويله من كاستيلو في اتجاه ايفونا هيلحق ايفونا وقف ومعاه ربيعه على طول تتلعب لدحروج يلعب العرضيه وياسر ابراهيم يشيل يرجع تاني عبد الرسول مقطوعه السوليه هناك بقى طاهر تمام عبد القادر روح يا عبد القادر عبد القادر وقف الكره كويس ورجع له الحسيني سمير عدى عبد القادر بطريقته عدى بلعبته عبد القادر جوه ال 18 لسه هيعمل ايه مستني حد يقرب حط واحده حلوه الفكره قوي كريم عثمان يسند توصل لطاهر جاي له اسلام عبد الله سند لكريم عثمان سند لاسلام عبد الله
يرجع بيها لياسر ابراهيم. هنا اللعيبه الكبيره بتشيل اللعيبه الصغيره، يعني هنا اول ما اسلام حس عليه ضغط ياسر راح مايل له على طول عشان يوجد له مخرج. ما تتزنقش، ما تخافش، انا موجود. اللعيب الكبير طبعا من خبراته سواء في الماتشات الوديه او الرسميه، ان اللعيبه الصغيره دي لما بتلعب مع الفريق الاول وفي لعيبه كبار بيشيله طبعا، بيدوا له ثقه ودفعه في اللقاء وما يخافش ويباصي ويبقى عنده الجراه. ربيع استلام على طول، اكرم توفيق، السليه، ربيعه، رامي ربيعه نص ملعب النادي الاهلي على الارض، ياسر ابراهيم، ياسر يطول لعبد القادر، عبد القادر الباس حلو بس هي مقريه على طول وموجود واقرب، عبد الرحمن عبد النبي قبل شادي حسين يشيل ويرد تاني، واحده في قلب الملعب، ياسر ابراهيم، ياسر فاول ما فيهاش كلام، حسن السندبيسي حكم اللقاء بيحتسب فاول لصالح ياسر ابراهيم من تدخل مليك ايفونا. ياسر يلعب لرامي ربيعه، ربيعه توصل لاكرم للسليه اللي يفتح اللعب هناك حلو، هل هيلحق عبد القادر؟ راحت سهله، تطب قدام عبد القادر، يوقف عبد القادر، عبد القادر والحسيني سمير، عبد القادر والحسيني سمير، يرجع بيها عبد القادر عند طاهر لدى كريم عثمان للسليه، يطول واحده جوه ال 18 بعيد على طاهر وتروح سهله لخالد. لسه اهو طاهر بيتحرك شمال ويمين وشادي حسين، ولسه طبعا شادي على ما يدخل في فورمه الماتشات مع الفرقه هياخد شويه وقت طبيعي، اللي عشان كده ماتشات الاعداد او ماتشات الوديه دي قبل انطلاقه الموسم وقبل انطلاقه المشوار الافريقي مهمه. ادي الكره يقطع طاهر وياخد فاول، عرقله موجوده على طول من احمد دحروج، وادي طاهر اهو اتلعب الفاول على طول، اكرم توفيق لربيع لياسر ابراهيم، ياسر اسلام عبد الله يسدد عبد القادر، ترجع اسلام باص مش مظبوط، اوعى سرعه ايفونا، سلام يا ربيعه، توقع 10 على 10، يتدخل واسلام عبد الله يشيل من قدام احمد بالحاج وتطلع الكره اوت لاسوان. ادي مارسيل كولر كادري خلاص، ما هو النهارده الراجل نجم اللقطه نجم الشباك، هو النيو لوك الموجود النهارده مع الفرقه. ترجع الكورة خالد وليد، طويلة وترجع، لسه الكرة رايحة جاية، بص ملعب أسوان أوت لصالح النادي الأهلي. لسه الكادر أهو لسه الأوت، إسلام عبد الله هيلعب ليه؟ ياسر إبراهيم يرجع بيها ياسر لرامي ربيعة، ربيعة ينقل للسولية، السوليه يستلم، ربيعه طوليه الباس توصل لطاهر، طاهر لشادي حسين، شادي يسند لكريم يا ولد بالكعب حلو لشادي، يطلع اسلام عبد الله، موه اسلام يرجع لعبد القادر، كريم لسه كريم مستني حد يقرب، حط الهاني، هاني يرجع لربيعه، ربيع يشيلها حلوه لاكرم توفيق، الاستلامه تفرق يا اكرم، الاستلامه تفرق، شالها مره واحده اكرم قويه قويه، بس لقت عبد القادر الناحيه الثانيه، عبد القادر، يلا عبد القادر، دخل ال 18، حسين سمير طولت طولت، فكره حلوه بس هي طولت منه وتطلع ضرب مرمى لصالح اسوان. تلت ساعه من عمر الشوط الاول لسه هيطرى للنادي الاهلي، والاستحواذ ولكن لسه اسوان بيقفل. اسوان جت فرصه براسيه من ضربه ركنيه وحيده. خالد وليد يلعب ضربة المرمى تعدي وتلاقي احمد بالحاج في نص الملعب ساقط يستلم من قبل اسلام عبد الله، كان جابها كويس منه اسلام لعبد القادر في القلب، كريم عثمان، كريم وسع سند للسوليه، السوليه يطول واحده حلوه في المساحه، شادي شادي شادي، ولكن هي تسلل بقى ولا ايه؟ شكلها هو كده كده طويله الكوره على شادي، بس هل فيها خيار تسلل ولا ضربة مرمى؟ Thank you.
لسه شادي راجع اهو. اه تسلل مظبوط، اول تسللات اللقاء على النادي الاهلي، اسوان عليها تسلل. خالد وليد يطول واحده على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي، ياسر ابراهيم يشيل قبل احمد بالحاج، ومارسيل كونر لسه الراجل بيشوف بيتابع اللقاء بتركيز طبعا، عايز يشوف مستويات اللعيبه واداء اللعيبه والتمركز بتاع كل اللعيبه. فكر الراجل لسه اول ماتش، لسه في ماتشات وديه، لكن هو الراجل الوقت عنده مفيش متسع قوي عشان لقاء اتحاد المنستير ان شاء الله باذن الله اطيب التمنيات وكل التمنيات للنادي الاهلي ونتيجه ايجابيه هناك في تونس باذن الله. اوت لاسوان طويله جوه 18 النادي الاهلي، تعلى وتعدي ما تلاقيش غير كريم عثمان يشيل، ترجع لبلحاج الضغط عليه لسه الكور رايحه جايه، كاستيلو يرد، ادي الحسيني سمير تعلى وتخش جوه 18 النادي الاهلي ما تلاقيش غير مصطفى شوبير. شوبير يلعب واحده لعبد القادر، يلا عبد القادر، عبد القادر لو فتح عينه الهاني لو بص الناحيه الثانيه يا سلام سمعني ولا ايه، سند لهاني حلو، هاني هاني عايز يطلع اكرم خبطت ودربكه ويشيل من قدام اكرم توفيق على طول كاستيلو خارج الملعب اوت لصالح النادي الاهلي. ادي كابتن ربيع ياسين وتعليمات لفرقته، وادي دكه اسوان. جاي طاهر يلعب الضربه الركنيه للنادي الاهلي. طاهر لسه على التنفيذ، شادي حسين اهو مع الحسيني سمير، طاهر يلعبها بره ال 18 راجع ايفونا ويشتت، ولكن محمد هاني يشيل من قدامه على طول اوت لصالح اسوان في نص ملعب اسوان من ناحيه الشمال. لسه الاوت لاسوان هيلعب احمد دحروج، يطول دحروج واحده توصل في قلب الملعب عبد الرسول ستايل هو بالكربون زي كاستيلو، اتنين بنفس الشكل تمام، ده اربعه وده سته من فرقه اسوان. ادي كاستيلو بيستلم ينزل بيها ليه عبد الرحمن عبد النبي، لف بيها كويس وعدى من طاهر، طول لايفونا، ايفونا هجمه لاسوان توصل في قلب الملعب عند عناني، ترجع تاني استلامه على طول بالحاج يطول واحده في المساحه عند احمد خالد، استلام لسه هجمه لاسوان، هجمه لاسوان وضربه ركنيه ثانيه لاسوان، اكرم توفيق يحط رجله ويشيلها لخارج الملعب. لسه ضربه ركنيه لاسوان، طالع اهو المساك عبد الرحمن عبد النبي وطالع كاستيلو يزيدوا مع اسوان في الضربات الثابته، بالحاج يلعبها جوه ال 18 وتخبط وتتشال وتوصل لطاهر، طاهر عايز يعدي خدها منه احمد دحروج لاسوان تاني، وادي بالحاج يحطها حلوه في المساحه استلامه لاحمد خالد، ولكن في تسلل في رايه وصفاره تسلل ثالث على تاني على اسوان. السوليه ينقل اكرم توفيق استلامه ادي مارسيل كور الكادر مش خلاص، ما انا قلت لحضراتكم خلاص بقى هنعيد ونزيد، لا كل شويه الكادر هيروح. ادي انطلاق اسلام عبد الله عدى كويس من حسين سمير ومع الحسين يرجع تاني اسلام، برافو يا ولد حلو عدها حلو، لكن مفيش حد موجود يشيل ديفنس اسوان، ترجع ايفونا وضربه حره من كريم عثمان. لسه اهو ادي السندبيسي حكم اللقاء،
ولسه يفونا على الارض. وادي حكمنا حسن السندبيسي بيشاور الجهاز الطبي الاسوان عشان ينزل. هيقوم ايفونا. وهنا حسن السندبيسي بيشاور ان هو يخرج بره الخطوط. بعد ما ينزل له الجهاز الطبي خلاص، طالما ادى الاذن يبقى لازم اللاعب يطلع مع الجهاز الطبي. لسه اهو الجهاز الطبي الاسوان، وادي هاني وادي اكرم توفيق. شادي حسين واول مبارياته مع النادي الاهلي سواء كانت الوديه او الرسميه. انتقل من سيراميكا كليوباترا. حلو كان الولد بينتظر ويستناه شادي حسين ان هو بيلعب ضمن صفوف النادي الاهلي. وجات له الفرصة، لازم بقى يتمسك بالفرصة ويمسك فيها ويثبت. ادي الكرة الطولية لأسوان، محمد هاني يرد، ترجع تاني، استلام أحمد ضحوك لأسوان، يسند واحدة لكاستيلو، يطول كاستيلو، تخبط في طاهر، ترجع لكاستيلو. من نص الملعب يرجع لخالد وليد. خالد وليد سند. واحدة على طول، فعال قوي، وسع لنفسه. جابر الشيمي، الجول فاضي، إيه؟ هنا الكرة لا ضربة ركنية. ضربة ركنية أهلاوية، صابر الشيمي في اللعبة اللي فاتت. كان رجع لخالد وليد ودربكة، بس كانت الكرة تخطط خلاص الخط وبقت ضربة ركنية لصالح النادي الأهلي. لسه طاهر، واضح إن بالتخصص كده طاهر واخد كل الضربات الثابتة. جنبه محمد هاني. هل هيسند لهاني؟ سند لهاني، المرة دي شال هاني. تعدي شادي ويشيل على طول خالد وليد ويشتت احمد بالحاج وتطلع اوت لصالح النادي الاهلي على حدود منطقه جزاء اسوان من ناحيه الشمال. استلامه عايز يعدي بيها السوليه، اتضغط عليه، وادي التشتيت موجود، ترجع لرامي ربيعه في نص ملعب النادي الاهلي. ربيعه يسند لياسر ابراهيم، اسلام، وادي كابتن ربيع ياسين احد نجوم مصر والنادي الاهلي ومارسيل كولر، الاثنين مديرين بقى واقفين الفنيين على الخطوط بيشوفوا. كل مدير فني ليه طريقه لعب، ليه فكره، ليه جمله، ليه اسلوب عايز اللعيبه تبدا تجربه وتمشي عليه. هنشوف. ادي اكرم توفيق، هاته خد مع السوليه، يجيبها تاني اكرم للنادي الاهلي، يحط لياسر ابراهيم. اسلام، هاته خد حلوه، اسلام والحسيني سمير، اسلام والحسيني سمير، قرب له هاني، سند لهاني، ترجع تاني ولكن مقطوعه لاسوان، توصل عند احمد خالد، ترجع لعبد الرحمن عبد النبي، باص مش مظبوط، يجيبها النادي الاهلي على طول، كريم عثمان للسوليه. السوليه عايز يسقط واحده، شادي حسين، حلوه حلوه، ولكن خالد وليد اقرب من محمد هاني. بتريحها حلو من شادي حسين، خالد وليد اقرب. ادي هنا احمد ضحروج يوسع لنفسه مع اكرم توفيق، ضحروج وتوفيق، ضحروج وتوفيق، ونجح انه يجيب اوت لصالح النادي الاهلي. كانت الكره خبطت فيها وهي طالعه. هنا كابتن اشرف متولي بيقول له جت فيك. ادي استلام طاهر، اتضغط عليه، توصل لاحمد بالحاج الاسوان، ايفونا مضغوط عليه من ربيعه، ترجع للسوليه، جت في ايد ايفونا، اللعب ماشي، لا هاندبول، لمسه يد، هاندبول لصالح النادي الاهلي. محمد هاني على التنفيذ للضربه الحره. لسه هاني انتظار صفار حسن السندبيسي او الاذن ان هو يلعب الضربه الحره. ادي هاني على التنفيذ، هاني يلعبها طويله سهله، ما تعملش اللف او السويرف، ما تلفش مع هاني وتروح سهله في ايد خالد وليد. شادي حسين هنا بيعمل فاول تكتيكي كده عشان فرقه الاهلي ترجع. وهنا بقى في الووتر بريك، وهنا حسن السندبيسي بعد نص ساعه اللي هي استراحه بقى عشان الميه، شرب الميه والتقاط الانفاس كده واللعيبه تعوض اللي فقدوها عشان حاره الجو طبعا. دلوقتي
لان اتحاد المنستير انت هتلعب ماتش الظهر، مش الظهر، هتلعب ماتش في توقيت اللي هو الساعه 3 4 في نفس التوقيت ده، عشان كده كولر بيبدا يعود اللعيبه على الاجواء. طلعت فرقه اسوان و فرقه النادي الاهلي، وادي التعليمات وكابتن سامي قمصان والكلام، والناحيه الثانيه كابتن ربيع ياسين والكلام مع فرقته. مصطفى شوبير والكلام مع يانكم بقى، ميشيل يانكم مدرب حراس المرمى. لسه اهو، وادي كولر والتعليمات. لسه كل ده تعليمات، مش مشكلة بقى، قعد دقيقتين على الثلاثة، ده ماتش ودي يعني، الموضوع مش هيبقى زي الماتشات الرسمي. لسه اهو، ادي هنا مارسيل كولر بيدي التعليمات والكلام والطريقه للعيبه، وبيشوف الماتشات الوديه مش بغض النظر عن النتيجه، مش مشكله، المهم زي ما بقول لحضرتك كل مدير فني بيشوف طريقه لعب بدا كان بيحفظها لعيبته في التمرين، ويبدا بقى يطبق، لان دي اول تجربه وديه، ويبدا يشوف مستوى اللعيبه وقدرات اللعيبه، فهم الطريقه والخطه والاسلوب اللي هو الراجل عايز يعمله، ويشوف كمان ويجرب لعيبه زي اللعيبه الصغيره اللي طالعه، او مش حاجه اسمها لعيب صغير، لعيبه الشباب اللي طالعه ومدى استيعابهم، ويقدر يعتمد عليهم ازاي، ويقدر يدخلهم ازاي في التشكيله. الناحيه الثانيه كابتن ربيع ياسين طبعا، والعوده للاضواء ده مسؤوليه كبيره وفيلم، لان كابتن ربيع ياسين جايبين اسوان جايبه حوالي 10 لعيبه او 11 او 12 لعيب جديد، يتولف ازاي مع اللعيبه القديمه، الفكر يتطبق ازاي، خصوصا اول تجربه وديه ليك، او من تجاربك اللي هي النهارده بتلعب النادي الاهلي، بتبقى برضو فيها حسابات، كل مدير فني ليه نظره. ادي كولر اهو، وادي الفرقتين نازلين تاني مع كابتن حسن السندبيسي حكم اللقاء عشان نستأنف ما تبقى من عمر الشوط الاول. ادي اهو حسن السندبيسي والحوار مع اكرم توفيق. شادي حسين ولسه يستوني في اللعب، والسندبيسي بيظبط ساعته وبنظبط ساعتنا معاه. خالد وليد يعلي واحده بنص ملعب النادي الاهلي، تسقط لايفونا لوحده، ايفونا هيعمل ايه؟ سند لبالحاج ومعاه كريم وعثمان موه، لسه حط الايفونا، ايفونا ويسدد تقلش تمر ضربه مرمى لصالح مصطفى شوبير والنادي الاهلي. ادي اهو الكادر على طول، اي فرصه بيروح على طول لكل، لسه تعبيرات الراجل ما تبانش، لسه الراجل بيتفرج. قلت لحضراتكم الوديات او اللقاءات التجريبيه كل ما انت عايز تقول عليها قول، النتيجه مش فارقه، مش مشكله تماما ولا تفرق، لان النهارده انا يهمني زي ما بنقول طريقه لعب، لعيبه فاهمه الاسلوب ولا لا، اللعيبه بدات تبدا تطبع بلغه الكوره على الفكر ده ولا لا، وتطبع مع بعضها. دي شادي حسين هجمه للنادي الاهلي، شادي يرجع بيها، ولكن عبد الرسول راجع ومغطي قبل طاهر، تسقط الكوره هناك في اليمين عند اسلام عبد الله، لسه الهجمه مع النادي الاهلي، اسلام السوليه يستلم، السوليه يغير اللعب عند اكرم توفيق، اكرم اتقطعت على طول من احمد دحروج ليه دحروج تاني، تطلع اوت لصالح النادي الاهلي. هاني بيتكلم مع كابتن اشرف متولي المساعد الاول، يعني الكلام مش هيفيد يا هاني، الموضوع مش مستاهل يعني. هادي احمد دحروج باك ليفت اسوان او الباك الشمال لاسوان، يلعب اوت طويل، ياسر ابراهيم يعليها، اكرم توفيق تخبط في اسوان فعلا، يعني هي خبطه، لا هنا خبطه بقى، هي جت في اكرم بس وهي نازله خبطت في رجل احمد خالد وطلعت، مش مشكله، اوت لاسوان مش فارقه يعني، الموضوع سهل. لسه الكورة على طول تتلعب في نص ملعب النادي الاهلي، وفاول لصالح اسلام عبد الله. السوليه
وادي مارسيل كولر راجل واقف بيتابع، توصل الكره لطاهر بالكعب حلوه يريحها لعبد الهادي. عبد الهادي يستلم 35 دقيقه من عمر الشوط الاول واللقاء ولسه التعادل بدون اهداف، ترجع لطاهر مش مظبوطه لطاهر، تطول منه وتطلع اوت لصالح اسوان. لسه الاوت هيلعبه الحسيني سمير لاسوان، ايفون على صدره ومعاه ياسر ابراهيم، ما فيهاش اي حاجه، يقع ايفون لكن لسه بيحتفظ بالكوره لبالحاج، مقطوعه لطاهر، يلا يا طاهر طاهر طاهر، وفاول. فاول هنا من عناني واضحه، ما فيش كلام، هتتكلم مع الحكم فيه، لازم بقى الظهيره دي كمان تنتهي من ملعبنا، خلاص فاول، خلاص هو القرار احتسب وخلصنا، وانا اللعيب اللي خد الفاول يقوم يبص الحكم يقول له خلاص انت خدت حقك، خلاص الباقي بقى الحكم. السولية يعلي لعبد القادر، يلا يا عبد القادر بقى اشتغل دور، عدي ورينا، لسه عبد القادر، حسيني سمير يحط رجله ويقطع، ترجع اسلام عبد الله، عرضيه مش مظبوطه، يقطع عبد الرحمن، عبد النبي، ترجع للسولية، السولية يطول لاكرم توفيق، اكرم اكرم عايز يعدي ولكن يقطع منه احمد دحروج لاسوان، دحروج دحروج ماشي، دحروج بيكسب ارض لاشي، ضغط عليه من كريم، كريم عثمان، وتنقطع وترجع تروح لكاستيلو، دحروج وسع لنفسه دحروج، يا سلام حلوه عداها حلو لكاستيلو، كاستيلو ليه عناني، عناني يرجع بيها لعبد الرحمن عبد النبي، حسيني سمير وسع لنفسه ماشي، الحسيني وقف، الحسيني عطل، الحسيني يرجع تاني يسد لعبد الرحمن، لسه كلها اسوان بتحاول تنقل، بتحاول توجد المساحه والثغره، والنادي الاهلي مقفل، ادي الكوره اهي على طول مع احمد خالد، يرجع بيها للحسيني سمير تاني، حسيني في مساحه، هات وخد مع عناني لعبد الرسول، تروح في الشمال لاحمد دحروج، دحروج ليه بالحاج، يرجع عناني بيها لصابر الشيمي، والله كويس فرقة أسوان بتنقل كورة بشكل كويس من رجل لرجل، ما بيفقدوهاش بسهولة، أدي إيفونا ينقل، حسيني سمير يغمز عبد الرسول في المساحة، هيلحق ما يلحقش، هنا أحمد خالد بيقول له بالراحة، تطول وتطلع أوت لصالح النادي الأهلي، هنا عناني وشادي حسين، السولية كريم عثمان يستلم، اكرم توفيق تيجي له الكوره يرجع بيها لكريم عثمان، عثمان ينزل واحده لياسر ابراهيم، ياسر لاسلام، السوليه قرب ويستلم من اسلام يحطها على الارض لكن مقريه من عبد الرسول، تروح لايفونا، السوليه يحط رجله وتطول وترجع، رامي ربيعه بعقل قوي، رامي يهدع الكوره ويلف بيها، اكرم توفيق، محمد هاني، هاني للسولية في قلب الملعب، كريم عثمان استلم ووسع لنفسه، حط واحدة هناك عند أحمد عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر استلام، عبد القادر، عبد القادر لسه يطول لكن مقرية ومقطوعة في قلب ملعب أسوان، تلاقي أحمد بالحاج، هنا بقى أسوان لما بينقل كرة كويس، ينقل كرة كتير وبتاع بس ما بيطلعش بالكرة بشكل سريع عكس النادي الأهلي طبعًا، اللي بينقل الكرة بشكل طولي وسريع بقى في نص ملعب اسوان اسرع، شوفوا حضراتكم عدوا معايا كام نقله ولسه اسوان على حدود 18 اسوان، طوليه يقطع اكرم توفيق، لازم هنا استلم العب كرات طوليه، احاول اروح لنص الملعب ابدا ابني هجمه، انما الكرات اللي بالعرض بتبقى سهله لاي فرقه بتواجه طريقه اللعب دي، ادي الكوره وادي احمد بالحاج يقطع لاسوان، ايفونا تدخل هنا 10 على 10 من ياسر ابراهيم ولسه ايفونا واكرم توفيق وضربه حره لصالح ايفونا، ادي ايفونا اهو راجل فروت صريح لاسوان مفيش فيها كلام كتير، من تحته ثلاثه او اثنين بقى احمد بالحاج واحمد خالد، لسه كاستيلو على التنفيذ الضربة الحرة لأسوان، كاستيلو لسه، كاستيلو عمالي متردد، طول
يشيل على طول ياسر ابراهيم من على قوس 18 النادي الاهلي، تروح لايفونا، ايفونا دربكه، ترجع عناني السوليه تطول، حسين سمير يقطع قبل عبد القادر، ترجع لكاستيلو اسوان باس مقطوعه، ترجع الكوره وضربه حره هنا كاستيلو، لا على كاستيلو، هو التدخل هنا من كاستيلو، لسه الهجمه النادي الاهلي، وادي مارسيل كولر الكادر، خلاص ما هو الكادر مع الراجل، بس عاجبني التركيز بتاع الراجل في الموضوع، وصلنا ل 41 دقيقه من عمر الشوط الاول ولسه التعادل سلبي في اولى الماتشات، اولى التجارب، لسه يا هادي بتقول يا هادي، الراجل وفكره واستعدادات لانطلاقه المشوار الافريقي ولانطلاقه بطوله الدوري، ادي الكوره الطويله، وبرده في ماتش السوبر باذن الله، يعني في اكتر من حاجه الراجل داخل عليها الاربع خمس ست ماتشات الجايين دول في منتهى الاهميه لمارسيل كولر مع النادي الاهلي. ادي الكوره توصل على طول كريم عثمان يسقط جوه ال 18، ما تلاقيش غير خالد وليد حارس مرمى اسوان، توصل الكره لدحروج على الارض باص تاني، ترجع عند كاستيلو يطول واحده ياخدها صابر الشيمي، ادي ايفونا، ايفونا ايفونا وياسر ابراهيم، ولكن ترجع تاني ما يظبطش ايفونا، ينقل واحده لبالحاج احمد خالد جوه 18 النادي الاهلي، بالحاج احمد خالد، جول جول لاحمد خالد، حلوه حلوه الجمله، الفكره كويسه، حلوه راحت، وهنا احمد خالد على طول بشماله يحطها في السوكه، صعبه طبعا على مصطفى شبير، تتجاب راجل سند وراحت له الكوره من بالحاج جوه ال 18، عدل لنفسه وحطها في المقص اليمين لمرمى مصطفى شبير، هدف لاسوان عكس اتجاه التيار، هي الكوره كده الاهلي مسيطر مستحوذ ماسك كوره بينقل الكوره، هو اللي فارض اسلوب اللعب، ولكن هجمه منظمه او هجمه مرتده اتحطت طويله، ايفونا قدر ان هو الكوره مع ياسر ابراهيم في كوره مشتركه خدها سندها اللي بالحاج، بالحاج حط لاحمد خالد جابها على طول على عدلته كده او على شماله وحطها في المقص اليمين على يمين مصطفى شوبير، واحد اسوان لا شيء الاهلي، طويله الكوره يشيل ديفنس اسوان، قلت لحضراتكم النتيجة ما بتفرقش تماما، لسه بدري الموضوع، طريقة لعب وتجربة لعيبة وبيشوف الراجل لسه بيشوف، هنا السندبيسي بيدي ضربة حرة للنادي الأهلي، بس الكرة كانت ماشية مع أكرم توفيق، هادي أكرم، طاهر، إسلام، كريم عثمان في قلب ملعب النادي الأهلي، يرجع لربيع، ربيع يطلع أكرم توفيق، اكرم عرضيه على حدود 18 اسوان، ولسه دربكه يشيل ديفنس اسوان، وكريم عثمان لسه دربكه ترجع تاني، اسلام عبد الله يروح لعبد القادر، عبد القادر باس مش مظبوط، لسه عبد القادر ما اشتغلش ما دارش، لسه عبد القادر ما شفناش لمحات عبد القادر في اللقاء، واحده تانية لاسوان اللي بالحاج، ومعاه اكرم توفيق، اكرم الضغط عليه من دحروج، خدها دحروج رجع بيها ليه بالحاج، يغمز لعناني في قلب ملعب اسوان، تروح لكاستيلو يحط لاحمد دحروج، لسه الكوره توصل لعناني في قلب الملعب، ينزل بيها لعبد الرحمن عبد النبي، مساك اسوان، حسين سمير يستلم، ترجع عبد الرحمن عبد النبي، توصل الكره لكاستيلو، احنا في اخر دقيقه من عمر الشوط الاول، لسه يا ترى اما نشوف كام دقيقه وقت بدل من ضايع، حسبها لنا كابتن حسن السندبيسي، هنشوف، ادي الكره واستلامها احمد بالحاج، ترجع الكره، لسه كرات رايحه جايه، اسوان تسقط ليه كاستيلو ينزل بيها لخالد وليد حارس مرمى، حسين سمير في اليمين عدى وماشي من عبد القادر، ضم لقلب الملعب جاي بيها، صابر الشيمي توصل ليه
احمد خالد اللي جاب الجون، ترجع لحسين سمير، صابر الشيمي ينقل لعبد الرحمن عبد النبي. خلاص 45 دقيقه بالتمام خلصوا، وبدانا في اول دقيقه من الوقت البدل متضيع اللي اعتقدش يعني هيبقى دقيقه او دقيقتين. لسه كابتن حسن السندبيس هو اللي مع الوقت، هو اللي يقول هنلعب دقيقه دقيقتين قد ايه ما نشوف، ممكن على اساس الووتر بريك او التوقف عشان تعويض كده او شرب السوائل ده والميه، ممكن يبقى دقيقتين. ادي الكره توصل بالحاج بالمهاره واحده والتانيه عايز يعدي، لكن اكرم توفيق ويجيبها للنادي الاهلي. عناني احمد دحروج يعكس اللعب، عبد القادر راجع يغطي مع خط وسط النادي الاهلي، يسندها لاسلام عبد الله. رامي ربيعه، السوليه، يشيل السوليه واحده على طول عند عبد القادر، استلام عبد الصمد بيلعب اسوان من ناحيه اليمين، طاهر، كريم، رامي ربيعه، كل لعيبه اسوان بايفونا كله تقريبا على حدود 18 اسوان، كل لعيبه الاهلي واسوان في نص ملعب اسوان. ادي استلامه من السوليه، يطلع اكرم توفيق، الدقيقه الثانيه بنلعب فيها، محمد هاني على صدره، شادي حسين اتاخر، شادي حسين هي لازم تتريح، محدش هديك فرصه بقى يا شادي هنا جوه ال 18 تستلم. ادي رامي ربيعه تاني، كريم عثمان يبدا، كريم محطش للسوليه، لسه اكرم توفيق، اكرم توفيق يعمل عرضيه، يعكس عرضيه هناك الحسيني سمير، واحمد خالد راجع قبل اسلام عبد الله، ولكن تطلع الكره لخارج الملعب، ضربه مرمى لصالح اسوان. ادي وراجع اسلام عبد الله، وادي خالد وليد هيلعب ضربة المرمى لأسوان، ودخلنا في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل متضايع. شوط أول أعزائي المشاهدين ومتابعين قناة الأهلي في كل مكان ينتهي بتقدم أسوان من المباراة الودية اللي بتجمع أسوان والأهلي، بتقدم أسوان بهدف لأحمد خالد. استراحة قصيرة أعود لحضراتكم لمتابعة أحداث الشوط الثاني، فإلى ذلك الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرة تانية أعزائي متابعي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي محمد رمضان يعود إليكم وأجدد إليكم التحية للتعليق على أحداث الشوط الثاني من التجربة الأهلوية الودية الأولى استعدادا لموسم 2022-2023 لبطولة الدوري العام والمشوار الأفريقي الجديد للنادي الأهلي بمشيئة الرحمن، مع السويسري مارسيل كولر. هنا دربكة دفاعية ولكن تطلع لضربة ركنية هي الأولى لأسوان في الشوط الثاني. شوط اول استحواذ اهلاوي، سيطره اهلاويه، كل حاجه قول زي ما انت عايز، هدف عكس التيار لاسوان احرزه احمد خالد. انتهت ذلك الشوط الاول زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه كده، اسوان كانت متقدمه بهدف. التجارب الوديه انا قلت في الشوط الاول وما زلت بقول وبكرر، النتيجه فيها ما تفرقش، اللي يهم كولر ان هو او مارسيل كولر المدير الفني قال سويس ان هو يشوف الراجل حاجه تبان قدامه جمله وطريقه لعب. عادل لطفي نزل مكان مصطفى شوبير، تشكيله الاهلي كده، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه في الشمال، اسلام عبد الله موجود كما كنت في اليمين، اكرم توفيق في القلب، كريم عثمان والسوليه على يمينهم، محمد هاني وعلى شمالهم احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر في قلب الملعب او كبلاي ميكر يعني ساقط تحت شادي محمد، شادي حسين. ادي الكوره استلام اكرم توفيق، تشكيله اسوان ما فيش فيها تبديل، يعني خالد وليد في حراسه المرمى، كاستيلو وصابر الشيمي وعبد الرحمن عبد النبي ثلاثه في خط الظهر، على يمينهم الحسيني سمير، شمالهم احمد دحروك في قلب الملعب، عناني وعبد الرسول، والقوه الهجوميه احمد خالد واحمد بالحاج وايفون. حكمنا هو حسن السندبيسي، واشرف متولي مساعد اول، وكارم محمود مساعد ثاني، ودي هجمه اهلاويه، تشتيت من ديفنس اسوان. شوط ثاني يا ترى كولر قال ايه او كولر قال ايه ليه لعبته؟ ادي الكوره والاستلام على طول مقطوعة من السولية، ترجع ياسر إبراهيم ينزل بيها لعلي لطفي، على طول علي يسلم ربيعة، ماشي رامي ربيعة يعلي واحدة حلوة لعبد القادر، يا سلام لو سند بقى الإسلام، اتأخر فيها سنة بس على مكان إسلام طلع، يرجع تاني عبد القادر ويجيب، مضغوط عليه من الحسيني سمير، والكرة أوت لصالح النادي الأهلي. ادي اسلام
يلعب الاول طبعا. النهارده اشراك الشباب زي سامو كريم عثمان يمكن يبقى اللقاء هدف الراجل في كده، يشوفهم، يشوف طريقه، يشوف النهارده حفظ اللعيبه لطريقه اللعب. ادي اسلام بيطلع، اسلام اسلام اسلام، والعرضيه وتقلش وتمر خارج الملعب، ضربه مرمى صالح عثمان. ولكن هنا في دفع، السندابيسي بيحتسبها لصالح اسلام عبد الله. ضربه حره اهلاويه، قرب الرايه ركنيه من ناحيه اليمين في نص ملعب اسوان. لسه حكم اللقاء حسن السندابيسي بيرجع الحيطه او البلوك البشري لاسوان، وطاهر جاي على التنفيذ. كل الضربات الثابته من الشوط الاول والركنيات تقريبا بيلعبها طاهر. لسه طاهر على التنفيذ، وادي صفاره حسن السندابيسي يلعب جوه ال 18، تتشال من ديفنس اسوان، تطلع اوت لصالح النادي الاهلي. لازم بقى يبقى الضغط الاهلاوي بقى الشوط الثاني بايجابيه، يعني ضغط يستسجيل، ضغط سجل منه اهداف. لسه كور اكرم توفيق، اكرم ياسر ابراهيم، استلامه سليه. اسوان كلها بترجع من تحت الكره او تحت نص ملعبها لما بتفقد الكره، بايفونا بكله. ادي الطوليه لمحمد هاني يرجع، لازم النقل السريع، مفيش وقت انك لسه هتوقف وتستلم، لازم هي على طول اللمسه، حتى مش لمسه ولعبه، لمسه واحده وان تاتش خلص على طول، لان التكتل ملوش حل غير كده. ولازم في تسديد بقى من بره ال 18، يعني لازم نشوف بقى تسديد من لعيبه النادي الاهلي، عرضيات تكون متقنه، هو ده الحل عشان التكتل اللي عامله اسوان. السوليه يستلم الاوت، ايفونا يقطع توصل ليه، اسلام عبد الله، اسلام عبد القادر، احمد عبد القادر، هجمه للاهلي، يلا يا اهلاويه، مقطوعه الحسيني، توصل بالحاج يغمز ليه عبد الرسول، يطول لايفونا، ايفونا يرجع بيها في اليمين في نص ملعبه عند الحسيني سمير اللي ضرب لخمه، ومعاه عبد القادر، خدها عبد القادر، عبد القادر على الارض، شادي حسين. لسه بقول هي لازم قرار، يعني الكره جايه لمسه على طول، وان تاتش، لمسه واحده عشان اخلص. ادي الكره تاني بالحاج، الضغط يرجع بيها طاهر، اسلام عبد الله يسند للسوليه، السوليه يطول، حلوه شادي حسين، شادي حسين خد القرار هتعمل ايه، تمام وقف فيها شادي، صح كده، سيطر على الكوره، رجع تاني شادي، هيلعب لبره، هيلعب لبره، ولكن ضربه ركنيه. لازم هنا يبقى في قرار، لازم اللعيب الفيرو بالذاتي، هشوط، هقف، هسند، هريحها، هلعب ايه، هعمل ايه، لازم ياخد القرار. شادي راح ولف تاني ورجع، بس مش مشكله، هو في النهايه جايب ضربه ركنيه للنادي الاهلي. خامس ضربه ركنيه اهلاويه على مدار الشوطين، كان في اربع ضربات ركنيه في الشوط الاول. طاهر يلعب، تتشال على طول ايفونا، يعلي، توصل كريم عثمان، مغطي خط ظهر النادي الاهلي اللي كان زايد طبعا فيها ربيعه وياسر ابراهيم جوه ال 18 في الضربه الركنيه. عبد القادر، يلا عبد القادر، سند اسلام عبد الله، اهدى يا اسلام، ايوه تمام كده، سند، لعب العرضيه، تخبط عبد القادر تاني يجيبها قبل عبد الرسول، يلا عبد القادر، توصل لمحمد هاني، يحط لاسلام عبد الله، اسلام يلعب العرضيه، تعلى مرة تانية، عبد الرحمن، عبد النبي يعلي، توصل على حدود 18، استلم حلو من احمد خالد لاعب اسوان، يسد لايفونا، باس قصير، هما بيلعبوا على دي بقى من الشوط الاول يمكن في اخر ربع ساعة، دي طاهر يجيبها تاني، هاني ترجع تاني، توصل يلا النادي الاهلي، ياسر ابراهيم يسند، احمد عبد القادر لو عكس هناك عكس فعلا، دي مارسيل كولر اهو. Yeah.
كورة تروح لفين؟ هنا السندابيسي بيدي ضربة حرة لصالح النادي الأهلي على حدود 18 فريق أسوان. من الكرة العرضية اللي لعبها عكس بيها الملعب حلو قوي عبد القادر، ضربة حرة أهلاوية. لسه اهو الكلام، لعيبة أسوان يا جماعة ده مباراة ودية، ماتش ودي يعني تجربة. النهاردة أنت بتقدم على النادي الأهلي طبعا بالنسبة لك كويس جدا وأداء هايل وكل حاجة ونتيجة كبيرة طبعا وكله، بس ماتش ودي يعني الاعتراض على الحكم مش هيفيد، أو إحنا بنجيين نجرب أسلوب لعب وطريقة لعب، نشوف لعيبة جديدة، نشوف لعيبة شباب ممكن تفرق معانا في التكتيك بتاعنا. يعني كل مدير فني يعني كابتن ربيع ياسين من الواضح من الشوط الثاني بيلعب على المرتدات، خلاص الراجل بيتقدم بهدف بيجرب مع فرقته، لو ده في بطولة الدوري هنعمل الشكل الأداء ده. خلاص مارسيل كورة الناحية الثانية، المدير الفني السويسري الجديد للنادي الأهلي، تمام بدأ أهو شوط أول اتأخر بهدف، هيتم إزاي بقى التعامل اللعيبة مع التأخير الهدف والتعويض بالهدف للتعديل والتعزيز بهدف ثاني والمكسب، كل دي اللقاءات الودية هو ده الهدف منها، إن أنا أشوف هوصل إيه بفكر لعيبتي وطريقتهم في حفظ طريقتي أنا وأسلوبهم، هل هم متقبلين ده ولا لأ؟ وقدراتهم هتمشي معايا ولا لا؟ ادي طاهر وهاني وصفاره السندابيسي والضربه الحره يمكن على بعد 19 يارده، طاهر جون جون طاهر وجون، هي ده الكلام، ضربه قلت لحضراتكم لازم التسديد من بره ال 18 لازم من كره ثابته، هي طاهر يستغل مع الدقيقه 54 والدقيقه 9 من عمر الشوط الثاني ويعدل النتيجه، حاططها حلو طاهر، صعبه جايه من ورا الحيطه وفي القايب الشمال صعبه جدا على خالد وليد، واحد واحد لسه بقول لحضراتكم ازاي هيبقى في تعزيز للنتيجه، ازاي استغلال الضربات الثابته، التسديد من بره ال 18 وادي هنا اهو مارسيل كولر الراجل بيكتب على طول ليه ملاحظاته، الله اعلم بقى بايه بيدون ايه فكره ايه، هل النهارده بيعمل فيه مدربين او مديرين فنيين بيعملوا زي ماركينج يعني بيعملوا زي درجات كده في الماتش، بيعملوا زي ملاحظات معينه، اللعيب ده عمل دي كويس، اللعيب ده انا كنت مستني منه دي عمل يعني، كل مدير فني وليه اسلوب، خاصة الراجل لسه بيقول يا هادي، ادي هجمة لأسوان جوه ال 18 ايفونا عمرو السولية يرجع لعلي لطفي يشيل وتعلى لخارج الملعب اوت لصالح أسوان، ادي حسين الشحات والدكة الأهلاوية موجودة ومحمود متولي والإحماء، الراجل هيعمل تبديل طبعا، يبقى اللعيبة لعبت شوط ولعبة لعبت شوط، التبديلات في اللقاءات الودية أو الماتشات التجريبية دي بيبقى عادة التبديل مفتوح يعني حسب الاتفاق بين الأجهزة الفنية، أو الطويل علي لطفي يمسك قبل الكل وعلى طول هيبدأ هجمة للنادي الأهلي، علي يلعب واحدة طويلة إيد ورجل في نص ملعب أسوان وشادي حسين، شادي حسين لكن الحسيني سمير يلعبها برأسية حتى لو بقلشة ولكن راحت في اتجاه خالد وليد حارس مرمى أسوان، خالد وليد تتلعب عالية وطويلة من خالد وليد من الجون للجون سهلة تروح علي لطفي، علي يلعب ياسر ابراهيم، ياسر استلامة اسلام ماشي اسلام يستن ما ربطش مع احمد عبد القادر يقطع فريق اسوان، حسيني سمير ينزل هنا الكرة جاية على يمين خالد وليد لكن اتصرف كويس، حسيني سمير وسع لنفسه عداها من عبد القادر تروح الكرة عند احمد خالد، لا ده احمد بالحاج طيب عامل ازاي احمد خالد الاثنين اللعيبه اللي بيلعبوا تحت ايفونا، وادي كولر الراجل بيوقف يشوف مارسيل كولر مش كولر هي كي او واحده كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي بيتابع ويشوف هل يا ترى هيعمل كام تبديل دفعه واحده ولا هيشوف هيغير ايه، هنشوف الفكره يمشي ازاي، ادي الكره مع تفنس اسوان يشيل احمد ضحروج ويعلي، تجربة كويسة على فكرة إن لاعب فرقة بتلعب زون ديفنس بالمنظر ده ولو جابت فيا هدف ده كويس جدا، ده استعداد للعيبة وللراجل، ده طالع لاتحاد المنستير في دور ال 32 في دوري رابطة الأبطال الأفريقي أو تشامبيونز ليج الأفريقي، ممكن نشوف فكرة زي كده، يبقى الأهلي هيتعامل معاها إزاي مهم، بس طبعا تاريخ الألقاب السيطرة الأفريقية لصالح النادي الأهلي، اتحاد المنستير ده يمكن أول مشاركة يعني مش هنقول اه في الدوري التونسي عامل شغل ولكن برضه بيلعب النادي الاهلي. ادي السوليه على طول عبد القادر تطول منه ياخدها الحسيني سمير طالع الحسيني سمير مشوار عدى من اسلام عبد الله
لسه الحسيني مع الكوره، موه وراح له ياسر ابراهيم عايز يعدي، وهنا ضربه حره على ياسر ابراهيم. لصالح اسوان. بالحاجة على التنفيذ، وادي الحيطة البشرية الأهلاوية، عبد القادر وإسلام عبد الله. لسه عبد القادر أهو. وادي إسلام عبد الله، وادي أحمد بالحاج يلعبها، حطها المرة دي جملة، السندبيسي هنا وقف قدام أحمد خالد، لسه الكرة مع أسوان جوه ال 18، خطر خطر. يا سلام يا علي لطفي، يا سلام يا علي يا لطفي، حتى لو تسلل قريها كويس، توقع هنا حارس المرمى يبقى عنده السنس بقى، الخبرات. علي لطفي جون كبير. تطول الكره لمحمد هاني، يبدا هجمه اهلاويه، ما تروحش لشادي حسين، ترجع تاني لاسوان، احمد خالد ينقل لضحروج على الارض، ايفونا، استلام ايفونا للكره، في مشكله، في مشكله. الراجل دايما الكره ما بتبقاش تحت رجله، بتطول، وده مش جديد. هنا بنقول عليه بقى الرياكشن بتاعه ورد فعله دايما في الكوره، رد فعل اسرع من تفكيره. يا سلام يا عبد القادر، نموذج عبد القادر حاططها نموذج، هل فيها رايه وصفاره ولا ايه؟ حاططها 10 على 10 لشادي حسين بصراحه. حاططها بوش رجله خارجي، مفيش احلى من كده، ولكن خالد وليد طلع قبل شادي حسين وحط جسمه معاه. ادي عبد الرسول يستلم، بدايه تحضير هجمه لاسوان، تروح لبالحاج. لعيب كويس احمد بالحاج ده. الحسيني سمير، باص مش مقري ومش مفهوم، ما تجيش غير ياسر ابراهيم ينزل بيها لعلي لطفي، فتح له اكرم توفيق على طول. علي لطفي هيلحق اكرم، هيلحق اكرم، هيلحق اكرم، مش مشكله، مش مشكله، اهم حاجه اكرم بالراحه بالراحه. قول لحضراتكم الشوط الاول الموضوع لقاء ودي. ادي حسين الشحات نازل، وده تبديلات تقريبا، هو كله هيبدل تقريبا، طالع شادي حسين وطالع كريم عثمان ونازل احمد اشرف ونازل محمد فخري ونازل حسام حسن ونازل برونو سافيو. يلا بقى نشوف الراجل برونو سافيو البرازيلي. وادي حسين الشحات ونازل، ده ايه ده كله؟ محمد مغربي واحمد سيد عبد النبي ومحمد اشرف، كل الدكه تقريبا. طالع ربيعه ومحمد هاني، كله كله نازل خلاص، هي الدكه كلها نزلت مع خبرات بقى ممكن متبقي في الملعب تقريبا، نقدر نقول السوليه لسه متبقي ولا خرج، هنشوف. حسام حسن نزل، وادي اهو برونو سافيو نزل، والشحات نزل هناك، الشحات اهو وبيلعب من وراه احمد سيد عبد النبي. كره طويله جوه 18 النادي الاهلي، علي لطفي ولا يمسك على طول علي لطفي، واضح كده ان كله خرج بما فيهم السوليه. ادي برونو، يلا يا سافي، يا سلام، حط واحده طوليه ولكن اطول من اللازم. كهربا ما يلحقش برده، كهربا نزل، لا كده كله خرج خلاص، هو في قلب الملعب هيبقى موجود. فخري وادي الشحات اهو، ادي فخري اهو، وادي محمد اشرف ناحيه الشمال، تروح له الكوره اشرف، ينقل لمتولي، محمود متولي برضه، متولي كان بقاله بعيده دي، بيرجع مع الراجل، توصل الكره على طول وانطلاق لاحمد سيد عبد النبي، ماشي عبد النبي، يطول عبد النبي، حلوه في المساحه حسام حسن، حسام حسن ولكن خالد وليد يمسك. شق الهجومي هو اللي فيه الخبرات، ادي كهربا وحسام حسن والشحات وبرونو سافيو، الباقي كله نقدر نقول فريق الشباب، كل التلت الاخير فيما عدا متولي طبعا، كل هو كده الراجل غير فرقه كامله، عمل تبديله كامله. ادي ايفونا ينقل باص، ما تلاقيش حد غير احمد اشرف، يرجع بيها اشرف لسيد احمد سيد عبد النبي، توصل مغربي، ادي استلام من مغربي، متولي، فخري في القلب واحمد اشرف في القلب في الشمال، موجود محمد اشرف، ادي الاستلامه، لسه الكره الاهلاويه والتحضير، واحده طويله طويله ولكن اقرب ليها ديفنس اسوان وكاستيلو، ينزل بيها خالد وليد اللي يلعبها اوت لخارج الملعب لصالح النادي الاهلي.
هنا سندابيس ادى الاذن للشحات لعب الاوت لمتولي محمود متولي خبره كبيره طبعا في خط الظهر يدي امان لمغربي ادي محمد مغربي مع الكوره مغربي على الارض فخري ترجع مغربي تاني محمد مغربي يسلم واحده لمحمد اشرف اشرف يطلع برونو سافيو سافيو عايز يحط الاشرف ولكن مقريه من ديفنس اسوان يرجع تاني سافيو بيعمل محاوله يجيبها لا ما جابهاش وفاول لصالح عبد الرسول لسه اسوان كل ده لسه بقول اهو ادي كابتن ربيع ياسين هيدفع بيه محمد حمدي زكي وبجده اتنين مكان ايفونا ومين التبديل التاني اللي طالع ده بالحاج بقى ولا ده احمد خالد شكله كده بالحاج بتاعي رقم 10 هو اللي طالع من اسوان لان احمد خالد في الملعب هو ده بالحاج اللي طلع يبقى نزل جده ومحمد حمدي زكي مكان ايفونا وبالحاج ادي حمدي زكي واول لمسه على طول توصل الكره عند احمد سيد عبد النبي في القلب احمد اشرف يرجع بيها لمحمود متولي النادي الاهلي مغربي يستلم محمد مغربي بشماله يحط لمحمد اشرف تاني فخري كهربا لسه كهربا واحده والتانيه سند على طول لفخري في قلب ملعب النادي الاهلي ترجع تاني تروح لكهربا يلا كهربا طوليه مفيش رايه ولا صفاره برونو سافيو برونو سافيو سافيو قويه يا عم سافيو قويه على الشحات لسه بقول لحضراتكم قويه وتمر وتعدي هي عايزه بالراحه كان هو يخش كمان خطوه كمان يلعب بالعرض على طول للشحات لكن شكل الراجل عنده اهو ادي برونو اهو لسه الراجل واول ظهور بقى في وديه كل ده لسه يا جماعه الحكم صعب جدا لسه بدري كل الصفقات مع الوقت مع الوقت افتكروا فلافيو مع النادي الاهلي اول ما جه مكنه الاهداف الاهلاويه في اول سيزون جاب جون الراجل وبعد كده خلاص اما اتسيستم ودخل وبدا يبقى جوه المنظومه وتمام خلاص الراجل ما حدش بيعرف يوقفه لسه عايزه وقت لازم نصبر شويه وندي شويه وقت ادي الاوت الاهلاوي اتلعبت لمغربي على حدود 18 النادي الاهلي لكن الراجل بصراحه مغير بيشوف كل الشباب كله ادي احمد سيد عبد النبي مش شباب احمد اشرف الشباب مغربي ومحمد اشرف اهو ادي مغربي وادي فخري في قلب الملعب يعني هنقول شباب ادي محمد اشرف اهو نجم من نجوم منتخبنا الاولمبي توصل الكوره ليه فخري يطول فخري مش مظبوطه توصل لدفنس اسوان يشتت ترجع تاني مغربي في خط ظهر النادي الاهلي على القصير كده الفخري يخطف اسوان تروح لجده يطول لكن متولي بالخبره موجود قبل محمد حمدي زكي وقاطع على طول ومأمن خط ظهر. محمود متولي. احمد سيد عبد النبي يطول تعدي الشحات. لسه اسوان توصل عناني ينقل واحده على طول تروح لمحمد حمدي زكي. محمد حمدي زكي مستني حد يظهر رجع بيها ليه خط ظهره عند عبد الرحمن عبد النبي للحسيني سمير ترجع لخالد وليد كرة طويلة اوت للنادي الاهلي توصل الكرة محمود متولي طويلة ترجع مقطوعة من ديفنس أسوان قبل ما تروح لكهربا استلامة لسه في قلب الملعب ولكن ضربة حرة لصالح أسوان حسبها حسن السندابيسي من الأول لسه الكرة ترجع لخالد وليد طويله الكره وترجع وادي مارسيل كولر بيكتب الراجل هيكتب ويدون هيفضل يكتب ويدون طبعا حقه هي تجربه هو الراجل عاملها عشان يشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين هو لسه بيجرب ويشوف ويحفظ ويشوف اللعيبه ويشوف مين هل ده عمل ايه النهارده في مثلا تصرف هو الراجل عايز يرجع له يبقى عارف مين اللعيب ومين ايه وواجباته ايه يعني شغل شغل لسه الراجل بيستكشف ولسه الراجل بيحط ايده على مواطن كل حاجه بالفرقه ادي اشرف طويله جوه 18 اسوان كهربا كهربا يعديها وهي تطلع ضربه مرمى لصالح اسوان
لان في تسلل رايه وصفاره. لسه التنفيذ الضربة الحرة لأسوان تتلعب طويلة عالية. محمد حمدي زكي يسند لجده أطول من لازم تطلع أوت لصالح النادي الأهلي. لسه هو محمد أشرف على التنفيذ للأوت يلعبها توصل ليه حسام حسن. فاول يا راجل، ده كلام فاول على عبد الرسول من بدري، يعني الفاول ده قالب شوية زي ماتشات الجودو. لسه الكورة والضربة الحرة للنادي الأهلي والنتيجة لسه 1-1. كهربا يطول كهربا والشحات وخالد وليد يمسك. ياي لو الشحات بس غمزها بس أطول من لازم يمسك خالد وليد. توصل الكرة عند أحمد دحروج يطول واحدة على صدره محمد أشرف لمغربي بعقل قوي يسند لمغربي. أشرف كهربا قوية هنا على طول يشيل جده اوت لصالح النادي الاهلي. فخري وسع حلو يا ولد، وسع نفسه كويس فخري جنبه محمود متولي، لكن فخري لسه ماشي يطول للشحات. الشحات في المساحه هناك اطول من لازم على احمد اشرف، تطلع وتبقى على طول في ايد خالد وليد، تطلع كده سهله لحارس مرمى اسوان. كرة عالية وطويلة في نص ملعب النادي الأهلي، متولي ومغربي يردها، كان متولي عايز يسيبها لعلي لطفي، ترجع تاني الكورة يجيبها متولي قبل أحمد خالد، باص مش مظبوطة، ترجع لأسوان عند دحروج. استلامة توصل على صدره عناني في قلب الملعب 25 دقيقة من عمر الشوط الثاني ومن عمر اللقاء والشوط الثاني، و70 دقيقة أهو بنقرب عليها من عمر المباراة. 1-1 بعد ما كان أسوان متقدم بهدف الشوط الأول، النادي الأهلي نجح من ضربة حرة مباشرة حلوة من طاهر محمد قبل ما يطلع في الدقيقة 54 ويعدل النتيجة. لسه الكورة تاني توصل على طول طويلة أطول من لازم تطلع وتمر، ضربة مرمى لصالح أسوان. لسه كورة والضربة المرمى هيلعبها خالد وليد. لسه خالد على التنفيذ وتبديل لأسوان. هيطلع أدي عناني طالع. وشايف كده عبد الرحمن عبد النبي برضه هيخرج لأسوان ونازل. أدي عبد الرحمن عبد النبي خرج وعناني خرج ونازل يوسف حسن وعلي فتحي. علي فتحي هيروح هناك في الشمال. كرة طويلة بنص ملعب النادي الأهلي من ضربة المرمى تروح في اتجاه أحمد خالد وأحمد سيد عبد النبي. لسه عايز يوسع لنفسه عبد النبي، برافو عبد النبي، وسع لنفسه حطها طولية ولكن تطلع أوت مش مشكلة، بس وسع طلع تعامل مع الموقف بشكل كويس. أدي علي فتحي استلامة ليه يوسف حسن البديل لسه نازل. يوسف توصل الكورة ترجع تاني، لسه الكورة مع أسوان في نص ملعب أسوان، الحسيني سمير وضغط عليه كهربا وحسام حسن، ترجع لكاستيلو لخالد وليد جوه 18 أسوان. هذه الاستلامة في قلب الملعب عند صابر الشيمي، ترجع لكاستيلو يحطها في منتهى الخطورة، باص مستحيل في ضغط عليا وأحط الكورة في قلب الملعب كده، وضربة حرة صالح أسوان. واقع على الارض عبد الرسول. لاعب اسوان ولسه الكره على التنفيذ. جاي يلعبها صابر الشيمي. الشحات يستلم. لسه الكره ماشيه مع الشحات.
لسه الشحات عايز يعدي خدمت ورجع تاني خد حسين الشحات. ايه الشحات حدود 18 اسوان ليه حسام حسن يقطع دحروج دحروج باص مش مظبوط من حمدي زكي تروح على طول سهله لمحمود متولي متولي يسلم مغربي محمد مغربي احمد اشرف في قلب الملعب يحط لي الشحات يشيلها حلو الشحات حسام حسن حسام حسن اه لو لبست معاك يا حسام الفكره حلوه عايز اخدها فيرست تايم كده مباشره على طول ولكن تعلى منه وتمر خارج الملعب ضربه مرمى خالد وليد على التنفيذ ضربه المرمى الاسوان للازرق خمس مرات هي عمر مشاركه اسوان في بطوله الدوري المره الوحيده يمكن اللي طلع واستمر 2002 2003 2003 2004 اخر مواسمه كان 19 20 وهبط اسوان ادي كهربا 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 حلوه حلو الباس والفولو كويس من احمد اشرف واتركنت حلو ومرت لضربه مرمى فكره حلوه كان ممكن كهربا يحطها هو في البعيده على طول ولكن ما طمعش سند لاحمد اشرف خمس مرات دي الستة الأسوان هيلعب وسط دوري الكبار ضربة المرمى من خالد وليد طويلة في نص ملعب النادي الأهلي متولي يرد بالرأسية وتروح عند عبد الرسول وادي هنا مكمل فخري تطلع اوت لصالح أسوان في نص ملعب أسوان من ناحية اليمين حتة كده مهارة من مارسيل كولر الراجل يعني بيشيلها ادي الاوت يتلعب جده وضربة حرة على محمد أشرف لسه الاوت مع أسوان فرص ملعب النادي الأهلي من ناحية الشمال كاستيلو على التنفيذ لسه كاستيلو هيلعب واحدة طويلة جوه 18 النادي الأهلي متولي كان والله سابها لعلي لطفي هنا بقى لازق في الربط بس برضه هو الراجل لعب بالامان علي فتحي تروح له الكوره لاحمد خالد عايز يعدي عدى دخل 18 النادي الاهلي خالد خالد خطار ومحمد اشرف يشتت ترجع علي فتحي علي يلعبها على الايم البعيد برافو يا اشرف يشيل بالراسيه توصل لكهربا كهربا كهربا اتعامل مع تاكلينج ويخطف على طول هنا عبد الرسول وتخبط الكرة وتطلع تبقى كورنر او ضربة ركنية لصالح النادي اسوان باقي ربع ساعة 1-1 في اولى تجارب مارسيل كولر الودية استعدادا ليه الماتشات الافريقية اللي هيبداها النادي الاهلي مرورا بقى ببطولة الدوري العام ثم السوبر باذن الله 28 اكتوبر يعني الراجل عنده ماتشين اتحاد المنستير رايح جاي هيبدا ان شاء الله في تونس وباذن الله النادي الاهلي ان شاء الله يعمل نتيجه ايجابيه يرجع على بطوله الدوري وبعد لقاء اسوان في بطوله الدوري يبقى لقاء سوبر يعني الراجل عنده اربع خمس ماتشات ورا بعض باذن الله كل التمنيات بالتوفيق وباذن الله نتائج ايجابيه كلها للنادي الاهلي ان شاء الله. علي لطفي اتلعبت الضربه الركنيه توصل على طول لضربه مرمى اهلاويه علي لطفي يطول واحده في نص ملعب اسوان يقطع دحروج لاحمد خالد ينقل واحده ما تلاقيش غير الشحات لوحده تماما بسهوله على صدره في قلب ملعب النادي الاهلي. الشحات ينقل كهربا كهربا وكاستيلو كهربا وكاستيلو كهربا وكاستيلو قطم كهربا على الارض سند ليه برونو سافيو عاليه لحسام حسن ما تعديش ولكن مره واثنين ديفنس اسوان يشيل توصل لاحمد سيد عبد النبي عبد النبي قصيره لكن برافو خد احمد اشرف للشحات الشحات هو عايز يطلع الكره اوت عشان ده احمد دحروج من اسوان وقع على ارضيه الملعب شده طبيعي جدا جدا مجهود كبير طبعا النهارده بذله الراجل منطقي جدا يعني الشد يحصل لسه الاستعدادات ولسه البدايات ولسه الماتشات الوديه بيحصل طبعا كرامبات وبيحصل تقلص عضلي طبيعي جدا في الاول لازم بقى يبقى في استشفاء كويس على طول بعد الماتش او تاني يوم يبقى استشفاء كويس جدا خلاص الطب الرياضي اتقدم كتير جدا 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 استشفى كويس يعني عضلات بقى تريح العضلات ويبقى في راحه عشان الحمل اللي بيتم ده وتاني يوم طبعا اللعيبه اللي لعبت الماتش دي بتخش بقى على طول الاستشفى ده اللعيبه اللي ما لعبتش بقى عندها تمرينه خلاص حفظنا وحضراتكم حفظتوا اكتر مننا كمان
ادي سافيو والحوار. يا ترى هل ترى الكره بتجمع اي حد؟ هي الكره لوحدها لغه، باختلاف الثقافات باختلاف اللغات بتجمع اللعيبه في ارضيه الملعب. خلاص هو الاحتراف كده، لازم سافيو يتاقلم واللعيبه تتاقلم معاه ويبدا في لغه حوار، عشان هي كده امال هيتعاملوا مع الراجل ازاي. طالع ضحروج مع الجهاز الطبي ليه اسوان خارج الملعب، السندابيسي قال لهم خلاص الراجل يطلع بقى لبره، مش هيكمل خلاص ضحروج كده مشيته مش هيكمل. كادر النهارده نجم الشباك مارسيل كولر طبعا، اتمنى له التوفيق يعمل نتائج ايجابيه مع الامبراطور الاحمر النادي الاهلي اللي ما يعرفش غير رقم واحد، اللعب على البطوله، اللعب على المكسب، اتنين زي الاخير، هو ده الشعار الاهلاوي المتعارف عليه وتتربى عليه الاجيال في كل الالعاب وفي مختلف الالعاب اللي موجود فيها النادي الاهلي. مغربي استوري في اللعب، طلع ضحروك بره الملعب، كره طوليه باص الشحات حسام حسن، لسه برونو سافيو طويله طويله على الشحات تروح سهله لخالد وليد. ادي حسام حسن هو رايح يضغط على خالد وليد عشان يستعجلوا اللعب، خالد وليد يلعبها ايد ورجل عاليه في نص ملعب النادي الاهلي. احمد سيد عبد النبي يقطع لكهربا، محمد فخري استلام، فخري يشيلها حلو في اتجاه حسام حسن، طلع خالد وليد، طلع خالد وليد، الجون فاضي، كهربا 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 لسه ما ظبطتش، لسه الفولت ما ظبطش مع كهربا، تطلع الكره خارج الملعب ضربه مرمى ولا ضربه ركنيه؟ هنا اللاين مان مدي ضربه مرمى والسندابيسي كلامه هو اللي هيمشي، ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي، ضربه ركنيه برضه. كهربا بقاله كتير بعيد، محمود متولي كان بقاله كتير بعيد، اكرم توفيق عادي يعني في النهارده كويس، بدانا نطمن على اللعيبه اللي كان بقالها فتره بعيده. ادي الكره الشحات يلعب الضربه الركنيه، يشيل ضحروج، نزل تاني والله ضحروج لارضيه الملعب اهو، اوت اهلاوي احمد سيد عبد النبي، وسع نفسه كويس عبد النبي في قلب الملعب، يحط المغربي، مغربي المتولي، محمود متولي باس تاني المغربي، مغربي ينقل لمحمد اشرف لكهربا، كهربا يطولها لاشرف، هنا فخري جابها لاشرف، دخلوا على بعض وتطلع اوت لصالح اسوان. كل ده حاجات طبيعيه جدا وعاديه جدا 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 كافتتاحيه موسم بعد اعداد، بنبدا بقى نبدا نخش في التنفيذ، كل ده طبيعي ومنطقي جدا وعادي في الكوره، لسه ماتشات هتجيب اكتر من كده. احمد بيليا نازل لاسوان، مين اللي طالع؟ في الاغلب ضحروج هو اللي طالع، وهيروح الحسيني سمير بقى هناك كباك ليفت مكان ضحروج. نزل على طول احمد بيلي على التنفيذ للاوت اهو لاسوان، 35 دقيقه خلاص باقي 10 دقائق على نهايه الشوط الثاني، والدقيقه 80 من عمر المباراه، خلاص 10 دقائق في تجربة أنا بشوف إن هي مفيدة، الراجل شاف الشباب النهاردة شوط وشوط، شوط الخبرات في الشوط الأول وشوط خبرات أو شباب مطعم بالخبرات عن طريق متولي والشحات وحسام حسن وكهربا وبرونو سافيو المحترف البرازيلي الجديد، وعلي لطفي طبعًا في حراسة المرمى، فخري لأحمد أشرف بوش رجله حلوة لو تعدي ما تعديش، يقطع على طول هنا الحسيني سمير اللي راح باك ليفت بعد ما كان بيلعب باك رايت او راح ناحيه ده، هو بقى مساك وعلي فتحي هو الباك ليفت الاسوان، باس لسافيو برونو سافيو، لسه الكوره وادي هنا حسن السندابيسي بيدي اوت لصالح النادي الاهلي، تبديل تاني هيطلع احمد خالد من اسوان اهو جاي، طبعا بالنسبة لأسوان تجربة ودية مفيدة جدا 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 لكابتن ربيع ياسين وجهازه. نزل مروان عباس لأسوان، وادي التشتيت موجود من ديفنس أسوان، تطلع الكرة لخارج الملعب أوت لصالح النادي الأهلي، متولي لسه الكورة توصل على طول واحدة لمغربي، ده هنا كان مكمل أحمد سيد عبد النبي،
توصل الكره لحسين سمير ضم لدفنس اسوان بعد ما كان هو في الطرف اليمين محمد حمدي زكي يغمز براسيه لمروان عباس. مروان عباس هجمه لاسوان، مروان وسع لنفسه وسدد فين في السماء على طول ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي وعلي لطفي. فخري ماشي، محمد فخري ماشي بيكسب ارض. توصل الكوره لسه الناحيه الثانيه، سيد عبد النبي، احمد اشرف، برونو سافيو، سافيو يستلم واحده قويه قويه لسه 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 ما نقدرش نحكم على الراجل لسه بدري. كل ده يا جماعه عادي جدا اهو، وادي اهو مارسيل كولر بيكتب، الراجل ملاحظاته بيكتب اللي هو عايز بيشوفه، لسه الراجل بيشوف وبيجرب. محمد اشرف واوت لصالح اسوان في نص ملعب اسوان من ناحيه اليمين، هيلعبها للاهلي، اشرف يطول لحسام حسن، حسام واستلامه، حسام لسه الكوره ما خرجتش وكهربا بيضغط تطلع اوت لصالح اسوان. هنا السدابيسي بيقول خبطت في كهربا. وقع على الارض خالد وليد ورايح له حسن السندابيسي، ده بقى اللي لازم يروح له، ان اللاعب بيوقف حارس المرمى اللاعب بيوقف له. السندابيسي بيشاور للجهاز الطبي الاسوان عشان ينزل يطمن على خالد وليد. حملي طبعا لعبت بقى لها فتره بعيد ترجع للمشاركات، ترجع النهارده لقاء ودي قوي، لعيبه اسوان طبعا بالنسبه لها ماتش النادي الاهلي ودي او رسمي بيبقى قصه ثانيه، ليه موضوع مختلف. نزل الجهاز الطبي لاسوان يطمن على خالد وليد حارس مرمى اسوان. لسه خالد وليد هو بيتلقى العلاج مع الجهاز الطبي. وادي برونو سافيو البرازيلي. قام خالد وليد وخرج الجهاز الطبي وسندبيسي هيستأنف اللعب و85 دقيقة يعني 40 دقيقة من عمر الشوط الثاني، 1-1 الأهلي وأسوان في أولى التجارب الودية الأهلاوية اللي بيبدأ بيها استعدادا بمشيئة الرحمن للموسم 2022-23 وأفريقيا. افريقيا يا اهلي ده شعار الجمهور الشحات، الشحات بالراحه مش مشكله، طبعا كل لعيب عايز يبين اقصى ما عنده قدام الراجل في البدايه، طبعا الاجانب دايما ما عندوش ما بيهزرش، يعني اللعيب اللي هيديني واقدر اعتمد عليه وبتاع خلاص، اللعيب اللي احس ان هو لسه بيتدلع شويه او لسه ولا بتاع بقعد على طول. ادي محمد اشرف لفخري، اشرف تاني باص مقطوعه تخبط في بيليا وتخرج خارج الملعب اوت اهلاوي، كهربا يستلم، برونو سافيو، مروان عباس يقطع تروح لحمدي زكي، محمد حمدي زكي فاول من مغربي، انذار لمغربي. يوسف حسن يلعب الضربة الحرة لأسوان، يوسف يلعبها طويلة جوه 18 النادي الأهلي، أحمد سيد عبد النبي يلعبها تخبط في جده وتسقط لعبد النبي تاني. لمتولي يشيل متولي واحدة طويلة، استلم حلو من الشحات، عمل كنترول كويس على الكورة بس اتضغط عليه من يوسف حسن لأسوان وخدها الحسيني سمير اللي يطول واحدة لخارج الملعب ضربة مرمى لصالح علي لطفي والنادي الأهلي. مغربي يستلم. على طول يطول واحدة محمد أشرف يرجع بيها كويس في القلب فخري، طويلة من فخري لحسام حسن، الله عليك الله عليك فرود حسام حسن مع الدقيقة 87 على صدره يريح وبشماله على شمال خالد وليد يحرز الهدف الثاني الأهلاوي. كرة حلوة فخري شالها حلو وحسام حسن تعامل معاها 10 على 10 فرود بصراحة، حسام حسن
فرود يعني مهاجم عارف طريق الجون على صدره ولفت وسطه على طول بشماله بيمينه شغال بشماله شغال يحطها على شمال خالد وليد عشان تبقى التاني للنادي الاهلي. دين الاهلي واحد اسوان والدقيقه 88 على طول توصل الكوره واحده عند الحسيني سمير استلامه في خط ظهر اسوان. لكن تحيه لاسوان بصراحه كبدايه وكاعداد مع كابتن ربيع ياسين فرقه على الاقل منظمه ليها شكل فرقه عندها لسه ما عايزه وقت وانسجام الفرقه دي هيبقى ليها شكل كويس في بطوله الدوري العام بصراحه. الدوري السنه دي المفروض من اللي شفناه بقى والتدعيمات والفرق وكل الفرق بتجيب وبتدعم كده نتمنى نشوف دوري قوي لان بشوف ان الفرق بقت كلها قريبه من بعض في المستوى مش هيبقى فيه ماتش سهل نتيجته محسومه ما اعتقدش. ادي محمد حمدي زكي عايز يعديها كوبري كده من احمد اشرف قال له لا مش معايا على طول تنقطع ترجع لمغربي ينزل بيها لعلي لطفي. لطفي باس فخري برونو سابيو تتخطف ترجع تاني جيبها اسوان علي فتحي يسند واحده لجدو عايز يعمل عرضيه جدو محمد حمدي زكي عايز يوسع لنفسه تعدي وتلاقي محمد فخري يلا يا فخري. فخري باص مش مظبوط معلش تطلع اوت لصالح اسوان تلعب الاوت من علي فتحي ليوسف حسن باص تاني اهو من اسوان اوت لسه يا جماعه لسه بدري جدا ماتش ودي لسه بنشوف فيه كتير وبنشوف وبيتجرأ لسه يعني الناس ما ينفعش تستعجل في الحكم ابدا لا على اللعيبه ولا على جهاز فني لسه ممكن ماتش الودي ده كله المعمول قدام حضراتكم مارسيل كولر عايز يشوف لعيب واحد عايز يشوف جمله معينه عايز يشوف قطع زي بتاعه حسام حسن عايز يشوف فاول زي بتاع طاهر كل مدير فني وليه فكره وليه اسلوبه وطريقته ممكن طبعا ممكن يبقى عايز يتفرج على اللعيبه كلها في جمعيه الاداء غير التمرينه الماتش حاجه والتمرين حاجه مختلفه تماما. مغربي محمد اشرف يستلم عايز يعدي اتخطفت من مروان عباس لاسوان حط الحمدي زكي محمد حمدي زكي عايز يعدي برافو يا مغربي حط جسمه كويس وقطع محمد اشرف يطول واحده الكهرباء يلا كهرباء قطع بيها كهرباء ويقع كهرباء ياخدها كاستيلو لاسوان باص مشي مشوار طويل قوي في الاخر مش واخد قرار عشان كده اداها سهل الفخري ادي الكره تروح على طول احمد سيد عبد النبي استلامه الشحات عبد النبي يرجع ترجع تاني لاحمد سيد عبد النبي يطول على الشحات واحده الحسيني سمير وشحات يا سلام يا شحات لسه خدها الحسيني سمير من قدام حسين الشحات وبدانا في اول دقيقه من الوقت البدل متضايع قدام حضراتكم وخلاص 90 بلس او 90 بلس خلاص الوقت خلص وبدانا في اول دقيقه من الوقت البدل متضايع الاهلي 2 اسوان 1 هنا اهو تعليمات بقى مارسيل كولر الاشاره هنا ممكن يبقى بيقول له بيهدي اللعب هدي اللعب خلاص الوقت خلص كلامه ايه مع لعيبته كرة ترجع لخالد وليد يقلش وتعلى الكرة على حدود منطقة جزاء أسوان الشحات خدها حلو يلا شحات عدى تاني قطمة الشحات المعهودة يسند أحمد أشرف تسديدة سهلة تروح في إيد خالد وليد. بدأنا في الدقيقة الثانية من الوقت البدل متضايع توصل الكرة عند مغربي يرجع بيها مغربي لعلي لطفي جوه منطقة جزاء النادي الأهلي محمد اشرف يستلم اشرف وادي حتى في تبديل لاسوان اهو على الخط لسه هنشوف مين نقلات اهلاويه وادي الكره رايحه جايه طويله على حدود 18 اسوان ترجع لسه الكورة توصل على طول ليه محمد حمدي زكي هجمة لأسوان والدقيقة الثانية من الوقت البدل متضايع يقطع أحمد أشرف برافو يا ابني عمل مشوار سند لكهربا فيها راية وصفارة مفيش حاجة يلا كهربا اللي فيها راية وصفارة تبديل عبد الرسول هيطلع وهينزل رقم 18 دلسن ليه أسوان نزل فعلا اهو الافريقي دلسن اهو
بدأنا في الدقيقة التالتة أو دخلنا في الدقيقة التالتة من الوقت البدل متضايع، اتنين الأهلي واحد أسوان، بيليا معاه الكورة عايز يلعب عرضية، لعب عرضية جوه ال 18 والكرة تتلعب هنا من جده من تحت لفوق تطلع على طول تبقى ضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. الدقيقة التالتة من الوقت البدل متضايع، مش عارفين مدته قد إيه الوقت مع كابتن حسن السندليسي، طبعا ده حضراتكم لقاء ودي، هو الراجل صاحب التوقيت وصاحب الوقت البدل متضايع. هنا تدخل من حسام حسن مع احمد بيليا وانذار، شكله كده السندبيس هيدي انذار لحسام حسن. طبعا الانذارات دي مش كاونتد يعني مش محسوبه يعني ما تتحسبش في الماتشات الرسميه، انذار كده يعني كعقوبه. الدقيقه الرابعه من الوقت البدل من الضايع، اسوان مع ضربه حره نص ملعب النادي الاهلي. تتلعب وتوصل عند جده، يسند جده. ترجع الكورة للحسيني سمير في نص ملعب أسوان. أدي الاستلامة من كاستيلو، باس توصل للشيمي، ضربة حرة من برونو سافيو. وأربع دقايق وقت بدل من ضايع. على طول توصل الكرة عالية على حدود 18 النادي الأهلي. جده تسقط لسه دربكة مغربي لأحمد سيد عبد النبي، دخلنا في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل متضايع. كرة طولية تشتيت من ديفنس أسوان بالغلط، طويلة طويلة طويلة، حسين سمير ضرب لخمة مع خالد وليد ويشتت يشتت يشتت. ومن هنا نقول السندبيسي بينهي صفارة نهاية اللقاء بفوز النادي الأهلي في أولى تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد بمشيئة الله على أسوان 2-1. أهداف اللقاء أحرز لأسوان أحمد خالد، تعادل طاهر محمد في الدقيقة 54 النادي الأهلي، وتقدم حسام حسن في الدقيقة 87. سعدتني أن أكون مع حضراتكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان للتعليق على هذه المباراة الودية الأولى للنادي الأهلي. إن شاء الله كل التوفيق في المشوار الأفريقي كبداية، وبإذن الله أطيب التمنيات لموسم بمشيئة الرحمن بطولة الدوري تعود مرة أخرى للنادي الأهلي. سعدتني أن أكون مع حضراتكم، تقبلوا تحيات معلقكم برادي محمد رمضان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.